السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا جدا جدا جدا. اتفضل يا حبيبي. بصوا يا جماعه، قبل بس ما نتكلم قبل ما نقول اي حاجه، دوسوا لايك ماشي. دقيقه، عايزين نوصل على كام؟ هرمونات الحمل جايه معاها بريق بجد؟ يعني انا كيوت؟ لا انت مش كيوت، بس هو الحمل جاي معاكي كده. بعد ما تقولي لي اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه انا كيوت ولا مش كيوت ماشي. المهم انا عامله لجنه مفاجاه، هي المفروض دلوقتي كانت قاعده بتصور فيديو لل لا انا جيت للقناه الثانيه، صورت الفيديو ولقيتها بتقول لي لجنه مجهزه لك مفاجاه. قلت خير اللهم اجعل، قلت بقى البس الهزال واطلع لكم كده على طول. انتوا كده كده مننا وعلينا يعني اهلنا، فعادي يعني الموضوع واحد يعني. المهم انا جايبه اللجنه، خش في الموضوع. جايبه اللجنه مفاجاه يا جماعه، ما وريتهالهاش لحد دلوقتي. قلت لها يلا نبتدي الفيديو، اخبارك في الفيديو. مفاجاه حلوه. اه بمناسبه خطوبتها، وانا طبعا عشان كنت تعبانه، تبقى هديه طالما بمناسبه، عشان انا طبعا كنت الايام اللي فاتت دي كنت تعبانه وما كنتش بنزل كتير. المهم اول ما جات لي فرصه ان انا انزل جبت لها حاجات كده هوريها لكم. المهم يلا بينا نفاجئ لبنى كده مع بعض، وقولي لي ايه رايكم في المفاجاه اللي انا عاملها لبنى دي. دنيا وعلى اذنك هاتي حاجه. ميرسي يا احلام انك جبتي لي هديه، شكرا. هي مش هتفرح قوي يعني، بس هنشوف هتاخد مقلب دلوقتي قوي بجد. انا قلت لهم ان انا هعمل فيكي مقالب كتير، وما وصلتوش المقلب لل 30,000 لايك يا جماعه. اللي ما شافش المقلب يروح يشوفه. لا خلي دي دلوقتي، هاتي دي. اللي في كيس بلاستيك عندي جايبه لي زباله ولا جايبه لها حاجه في كيس بلاستيك يا جماعه، عشان ما لقيتش حاجه احطها فيها. بوكس مش معقول هتجيب البوكس الغالي المتكلف ده ومش هتجيب لي فيه هديه حلوه. هاتي بس ده البوكس يا جماعه. لا احطه هنا؟ اه عشان احنا بنصور نفسنا. ماشي يا رب يا رب. لبنى اوعي ايدك. عادي احنا بينا عادي. ماشي اوعي ايدك. احنا اخوات ما تزعليش. ايه ده خفيف؟ ايه ده خفيف ولا ده ما خف وزنه وغلى ثمنه؟ خفيف؟ اه والله خفيف. لا مش خفيف، حرام عليكي. طب يلا افتح 1 2 3 فخليها تمسح الكور دي. غرقتيني وغير غرقتيني. ايه ده؟ هخليها تمسح الكور دي. شفتي؟ هي طبعا عامله دايت ومش تاكلها. انا هاكل انا ده. طب لما تيجي هي عامله دايت يا جماعه، بس مش شطه، الشطه غلط عليا. ناخد واحده بس على نفسي. ايه ده؟ شكرا يا لولو. هي دي هديه خطوبتي؟ لا هي عامله دايت برضه. اكلها انا. ايه ده؟ فين يا لولو؟ ايه ده؟ لما تتجوزي تاخديهم معاكي تحطيهم في البونبونيره. ايه يا عيال الصغيره اللي تيجي تدي لهم واحده؟ لا شايفين بتستقل بالهديه بتاعتي؟ انا مش هاهدكم. اهو اهو ده زبادي ولا مش زبادي؟ عامله دايت بساعدها. واحده قررت تعمل دايت عشان خاطر الخطوبه. دايت شايفين؟ عشان تعرف هيغمى عليهم الصدمه. لب عشان تسلي نفسها. لب مصري رومي عشان تسلي نفسها وهي بتكلم خطيبها بالليل يا جماعه. عادي اهو مراعيه شعورها. انا عامله دايت ما باكلش بالليل. لا ده لب عادي. كلوريتس انت ايه؟ كان معاك 10 جنيه نزلت فرتكتيها ولا ايه؟ في شايفين يا جماعه بتستقلني بحاجتي. خليكم شاهدين. يا ابنة طب انا خلصي عشان ايدي هتوجعني كده. استني بس بستات حاجه. هاتي البتونه حلوه حلوه ب 15 جنيه بدل ما تشتريها كده. انت كان معاكي 25 35 علبه تونه يا جماعه سانشاين. ها مش اي نوع، عشان بس تعرف ان انا مراعيه كده. استنوا في علبه مراعيه ان هي عامله دايت. علبه زبادي. اه في زبادي ثاني. اه دي ساقعه زبادي صح. يا رب. طب ايه ده مفاجأة؟ طب شنطة الزبالة هناك دي فيها ايه؟ اصبري بس خليها دلوقتي. فين الحاجات بتجري من ايدي؟ في علبة ساقعة تانية والله شكلها انت جايبه لي كام واحدة بس عشان اكون فاهمة. ارمي بساعدك على الدايت يا جماعة. هي واحدة عملت دايت دلوقتي من ساعة اتخطبت عشان هتتجوز. ثلاث زبادي بساعدها. جايبه لي زبادي ده من اللي هي ب 2 جنيه عليهم عرض. ايه ده مكتوب عليها؟ تصدقي معلش تصدقوا انا غبية. لا مش مكتوب عليها ب 3 جنيه هتفرق معايا. ايه ب 2 جنيه بدل 2.5؟ انا غلطانة؟ جبت لك عرض. جابت 5 ب 10. لا طب ليه تتعبيني وتخليني ادور؟ ما كنت جبتهم لي في شنطه سودا وخلاص. خد او كنت اديتك فلوس جايبه كام بس؟ بس عملت المفاجاه يعني. مفاجاه اه يعني انت ما اتفاجئتيش يا ربنا؟ انا انوكست اتنكست. ايه ده؟ حسبي هخليكي تكنسيهم. لا لا مش قادره اكنس والله.
ايه ده؟ يلا يا بنتي دي حاجه ازاز والله. شفتيها عشان تعرفي مراعيه شو؟ انا خايفه. هاتيها بس استني. دي لها غطا، دي بتفكي. هاتيها هاتي غطاها. شكله ايه ده؟ امسكهم هما الاثنين. طب ما انا شكرا للاحلام. برفان من زرع. عشان عارفه ان هي بتحب برفانات زرع يا جماعه. الله. شكرا يا احلام. اخر اهو في اهو. بصوا الحمد لله طبعا هداني انا، بس هي اصلا ب 250 جنيه في الموضوع. لا طبعا هي مش ب 250 جنيه يا جماعه، دي كدابه. بكام؟ يلا كملي كملي. طب الله الله ريحتها حلوه. اسمها ايه بقى يا جماعه اللي حابب يجيبها يعني؟ اسمها في مي. اسمها في مي اللي هي شكلها الابيض ده. نرجع بقى تاني للمسخره والكلام الفاضي. واحد يتزبدي تاني. كفايه يا احلام ما كنتش قلتي لي كده. 6000 ازازه ثانيه. ازازه ثانيه اكيد بقى المجموع. برفان يا جماعه عندي. ايه بتحبوا؟ هي كلها برفان ولا ايه؟ ما انا جبت برفان كتير. شكرا طبعا يا حبيبتي. اللي انت بتحبيه. بصوا يا جماعه انا عندي زيها بالظبط دي. يا جماعه برفان اسمه ابيان، كانت احلام جايباه من السعوديه وكان حلو قوي قوي وكان عاجبني. فانا جبت لها واحد زيه، قلت لما تتجوز بقى يعني ايه عشان. مع الزبادي خلاص خلاص كده مفيش حاجه تاني. ايه ده؟ هتلاقي بقى زبادي شوكولاته كده. ايه ده؟ يا رب افتحك وتطلعي حاجه غاليه ولا افتحك وتطلعي مقلب. او حاجه فاضيه. او حاجه فاضيه. او عزبه فاضيه. طب الزور الزور العلبه دي فيها ايه يا ربنا؟ قولي فيها فيل. ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم فيها مصاصه. لا لا فيها فيل. قولي فيها فيل. اقول فيها فيل ليه؟ هي فيها فيل؟ تدخليه جواها عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح. او حاجه فاضيه يا رب تحب تفضل. افتح ولا ايه؟ متاكد بس ان الفيديو بيصور يا جماعه. يا رب ونبي انا مش قادره اتوكس تاني. افتح قولي احلام الحقيقه. قولي لي حته او حته. يا بنتي خلاص بقى في ايدك. ده وقعت. خلق ده دهب يا بنت ولا بكام؟ ده هيطلع ب 2.5 استني ما اتاكد. لا دهب والله. ده انا ختم. خلق حمصه بحبه. شكرا يا احلام. ده بكام ده؟ هتلاقيه ب 700 جنيه ده غالي. شكرا يا احلام. كده انت دخلتي في 1110. ايه ده؟ ده التنى تنيته باظ؟ لا لا ما باظش ما تنيش. ايه ده؟ ايه كده البريمه باظي؟ لا يا بنتي هو داخل جوه البريمه عشان ما يضيعش. مش هتوريه لهم جوه العلبه؟ ايه ده؟ سوري. صغير قوي يا احلام ما قدرتش. بصوا شايفين؟ طب ده حطه فين؟ في انهي واحده؟ اه يا جماعه بالمناسبه اصل لبنى لما جت تشتري الدهب خليتها خرمت ودنها طابور ورا بعض. عملت اربعه. في حاجه جريت من ايدي زبوني. لا ده انت ورثتي بقى. دي حاجه فضه بقى. دي ايه؟ يا رب ده حلق ان شاء الله. ده كردان من الكبير ده اللي هو من هنا لحد هنا. ده لون كردان. عايزه كردان من حق. انا لما تتجوزي هجيب لك واحد كردان. لا مش كردان، هجيب لك سلسله. يعني انت دي مش سلسله، يبقى ده خاتم. بس انا عندي خواتم انت عارفه مش افتحي. انت خايفه تتصدمي. خايفه تطلع فاضي. اخد على قفايا. ما هي ما حسسني ان انا مسكي بقى عشان اطلع الرابع. ايه يا رابنا ليه؟ اروح اجيب لك بتاع الدهب احطه لك في الكرتونه ولا ايه؟ ايه ده؟ مفيش حاجه ثانيه في الكرتونه. لا دوري. اروح اجيب لك بتاع الدهب احطه في العلبه. دوري دوري كده حلقين كده. دي كده ده عدت بقى. اصبري عشان هي شكلها هتضيعهم. يا لهوي ثلاث حلقان. ثلاث حلقان. شكرا يا احلام. منك لله. ليه خليتيني احس انك انت بكده؟ بس انا برضه عملت حساب الدايت يا جماعه اهو. استني بس في حاجه ثانيه. عملت حساب الدايت. خلاص كده؟ ايه يا ماما؟ خلاص؟ في حاجه ثاني؟ مبروك عليك يا ربنا. يلا. مفيش حاجه؟ انت ايه؟ بطمن بس هنكون في الكردان تحت. مش عارفه يا زبير. مش عارفه؟ لا مفيش حاجه خلاص. حلم جابت لي ثلاث حلقان، ما شفتش بقى الحاجات الثانيه دي الصراحه. لا شفتهم يا حبيبتي. المفروض اجيب لها يا جماعه علبه زبادي للدايت تقدرها.
تقدرها وتحترمي. مقدرة طبعا تعبك، بس مش حد بيحس كده. وفرت لك 6 ايام زبادي. مش كده الواحد عنده جفاف؟ مش كده وفرت لك 6 ايام زبادي. انا بحب الهدية والله، حبيت الدهب قوي قوي قوي. بس شو الشنطة التانية؟ ايه الشنطة التانية؟ في شنطة زبادي. يا ترى فيها ايه؟ يا جماعة ما لحقتش اشوف الخطة يا جماعة، خلت التليفون اتقلب من لبنى. صوتي وقع التليفون. طب هاتي بقى الشنطه دي ان شاء الله هيطلع فيها بقى شنطه مليانه. بصوا يا جماعه جبت لها حاجه تاني. بس المشكله ان انا ما لقيتش بوكس احطها فيها او شنطه هديه. تعالي تعالي، قلت خلاص مش مهم لبنى مننا علينا يعني. دي كرتونه شكله خلاط. لا انا عارفه امها جبتلها خلاطين اصلا. هي حاجه كانت عايزه تجيبها يطلع مش جوه هو. لا لا هي كانت نفسها والله. تجيبه كانت عايزه تجيبه، وانا لما عرفت ان هي عايزه تجيبه قلت لها قبل ما هي تجيبه. شكرا يا احلام كده صرفت لك 4000. لسه لسه بدي اتجوز اجيب لك كمان لما تيجي لي بجد. دي هديه الخطوبه بس يا جماعه. انا وانت بقى دي هديه الخطوبه، لما تيجي تتجوز بقى ان شاء الله هجيب لها حاجه ثانيه يا جماعه. كان نفسي اجيبه والله. شكرا يا احلام، لما تجي لي اعمل لك في شاي بلبن وكح. انتوا ايه بتنقوا على ده بتاعتي ولا ايه؟ بصوا يا جماعه، بس عشان دي هي كان نفسها فيه قوي، كانت عايزه تجيبه. هي كانت موليه نسور على الفيس ليه، وانا لما شفته ايه ده في صينيه، لما شفته قلت اقولها خلي بالك عشان الصينيه ما تقعش. طب امسكي كده، طب ما نمسكه كده صينيه والله سيراميك. اصبري اصبري، التليفون طلع لفوق. اعدل التليفون يا دود. معلش يا جماعه، بس احنا ايه الموضوع؟ عشان احنا بنصور نفسنا بس. الموضوع جه على غفله. بس كده ده صينيه، ودول بيبقوا كده عليها. فان شاء الله لما اتجوز هبقى اعمل لكم فيديو وانا عامله الاحلام في شاي بلبن وكحك، عشان هي بتحب الكحك. هي لما شافته على فيس قالت لي هجيبه عشان اعمل لك فيه شاي بلبن وكحك. شكرا يا احلام، ربنا يخليكي. والله فرح. شفتوا ربنا هي مكسوفه يا جماعه. لا هكسرك قبل ما اخدك. اكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعه رايكم في رايكم في الهديه. شكرا يا حبيبتي. واهم حاجه بالنسبه لي ان هي فرحت لبنى. شكرا يا احلام. شفت مفرح قوي كده كده هديتين الشعر ده. ايه ده؟ انا قربت اتجوز؟ جالي كده من مين؟ قربت اتجوز يا رب عشان كله يجيب لي هديه. جالي كده من مين؟ مش دي تاني هديه افتحها الشهر اللي بتكسبيه؟ صح، دي جالها هديه من خطيبها. صح، هو سبقني بقى. يلا وانا عشان تعبانه والله، انا كنت عايزه اجيب لها الهديه دي من بدري. بس انا عشان خاطر تعبانه. بس ايه رايكم؟ قولوا لي بقى ايه رايكم في الزبادي؟ انتي الاستاذ طارق عايز يوزع في الشارع دهب دهب دهب. طارق عليه. انا عارف. خلاص نقفل. اكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعه. انا فرحانه قوي. قولوا لي، لا ما تقولوش، قولوا للبنى مبروك عليكي يا لبنى الهديه، وان شاء الله تتهدي اكتر من كده لحد ما تتجوزي وتجيبي لنا نور. انت مش هتجيبي لي هديه؟ ان شاء الله. ماشي. وانت يا بنت يا هلالي مش هتجيبي لي هديه؟ هات يا بنت التفاحه دي اللي في ايدك. لا خلاص مش هاخدها. يلا شكرا يا احلام على البرفيوم اللي بحبها، وان شاء الله خدي بقى انت الدوريتوس واللب ده مش هينفعني، انا هاخد التونه والزبادي. شكرا. والكوريت ساعتها خلاص براحتك. اصبروا يا جماعه نجربوا. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى ده احنا لب جديد في السوق، جينا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم نجربه. يلا احنا نفتح ايه؟ اصبروا نجرب اللب ده نشوفه ايه. انا اول مره اشوفه، لما شفته قلت هجيب حاجه اقل هي لبنى عن الحاجه اللي في البوكس الاساسيه. ايه ده لب سوري عادي، ده لب قصدي اسمر عادي. كان فاضي فملهاش حاجه يعملها، فانا كنت عبست عليه جاب اللي بعته في الاكياس. اصل دول ده بكام ده؟ ب2 جنيه والله. اه لا كده حرام يعني، هو ايه نص يعني، دول المفروض بجنيه، مليان ب2 جنيه، فهو بقى شال الجنيه بتاع اللب وعمل بيه كتير. اسمه ايه؟ اصبروا، اسمه لب مصري رومي معرفش. لا لب ديفي. لب صيفي ولا ديفي؟ صيفي. ديفي ديفي لب ديفي. مشروع حلو ده يا جماعه، اللي مش لاقي حاجه يعملها يا عم لب ديفي. ابعت حمص كده بالله عليك. شكرا يا جماعه اللي كنتوا اتفرجتوا على الهدايا المتواضعه. لا مش متواضعه، اللي احلام جابتها لي. لا هي هدايا متواضعه يا جماعه، كان نفسي اجيب لها اكتر من كده بجد. بس انا اصلا عشان انا وما شاء الله جابت لي علب متنوعه. الحمد لله يا رب. ده مختلفه. وقفوا عليكي بكبله، كل الراجل ضحك عليكي في المصنع. لا ما تقلقيش ما تقلقيش. الحمد لله انا بقى البسهم وافرح بيهم. ماما خدي يا ليلي. معلش يا جماعه، ليلي عايزه تاخد حاجه من ربنا تقريبا.
مبروكين عليكي يا لبنى، تعيش وتتهني، وان شاء الله لما تيجي تتجوز يا جماعه برده هجيب لها هديه حلوه ان شاء الله تليق بيها. وصلوا بقى الفيديو ده ل 50,000 لايك عشان افرح واعرف ان كلكم شفتوا الهديه الحلوه اللي فرحتني. لا وصلوا الفيديو ده لعدد لايكات كبير قوي 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 يا جماعه بجد، واستنوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات كتير جايه بمناسبه بقى جواز لبنى ومناسبه ولادتي ومناسبه جواز لبنى. اي حاجه هنعملها تفاصيل في حياتنا يعني في الحاجات دي هنوريها لكم. وشكرا قوي 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 على كومنتاتكم الحلوه اللي بتكتبوها لنا، واستنوا معارض كتير جايه في لبنى يا جماعه هعملها فيها. استنوا بقى تدمني من هنا وتديني على فيها بيهم من هنا. استنوا المقالب اللي جايه. يلا وصلنا الفيديو ده طب انا بقى هعمل مقلب كتير، لو وصلتوا الفيديو ده ل 50,000 لايك هعمل لكم مقلب جامد جدا في احلام. مش هينفع انا حامل. لا عادي ما انا مش هعمل فيها مقلب، خليني اولد. لا لا انا هولدك ما تقلقيش. يلا يلا باي باي.